السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزيت. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الازمه بين بالرحمه ومدرب ويست هام. يعني وين انا والله ما تمنيش كاع يرد عليكم كوكا ما ردش عليه خاطر على وين هذا المدرب اصلا. هذا المدرب اللي ما كانش يعني راضي بالرحمه يعني وتشوف شحال من ماتش لعبه يعني ما كانش راضي به من نهار الاول ما كانش راضي به. وين بالرحمه وين جابته الاداره من اجل اعاده بيعه فقط. هذا مكان مدرب ما كانش راضي به. النهار العام اللي فات مين جابوه ومين زيروه الاعلام قال لهم انا يا مشي انا اللي كنت الخيار كنت انا ما كنتش داخل في الخيارات هذو. هذه هي على ذلك ما بغيتوش كاع يهضر معاه خاطر قادر يشريها له ما يجيش يلعبها نورمال. ها ما يلعبهاش نورمال قاعد بونكي قاعد بونكو. حنايا رانا حنا رانا داخلين في مهمه باغيين كاع اللعابه يكونوا واجدين كاع كاع اللعابه. حنا نحسبوا شحال من لاعب راه يلعب صاحبي شحال كاين من لعابه يلعب حتى البارح حتى البارح والنامس نهار السبت باش عاود ولا بماندي والله يجعل ماندي يقعد يلعب تخام ماندي. هذيك الماتش مي كان راخر كان معاقب هذا مكان بعد يعاود يقيل لك في الكاريطه. هذه اللي واعره هذه اللي انا خايفين منها. احنا محتاجين ان شاء الله بربي كاع اللعابه يكونوا ملاح. مي كي نروحوا للكاميرون كاع اللعابه 23 لعاب اللي غادي يديرها كاع يكونوا واجدين. هذه هي والاحسن الاحسن يكون مليح اللي يكون مليح مرحبا به. هذه اللي نقولوها. وانفجر الدولي الجزائري السعيد بالرحمه غاضبا من قرار استبداله خلال مباراه فريقه ويست هام يونايتد امام نيوكاسل التي انتهت بالتعادل هدف لهدف امس السبت لحساب الجوله 26 من الدوري الانجليزي الممتاز لو بريمي ليغ. وكانت ويست هام يونايتد قد تقدم في الشوط الاول بهدف احرزه مدافعه دونسون في الدقيقة 32 قبل أن يعدل نيوكاسل النتيجة عبر جو في يعني وأقدم المدرب دافيد على استبدال بالرحمة في الدقيقة 73 وأشرك بدل منه نيكولا. وخلال خروجه أبدى بالرحمة غضبه واستيائه من استبداله في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد. وقال بالرحمة لمدرب بعد استبداله كل مرة في الإشارة إلى استبداله وعلما أن بالرحمة هو أكثر اللاعبين تم استبدالهم هذا الموسم في البريمير ليغ. 73 دقيقة راك لعبتها صاحبي والله العظيم ما بغيت أنا ما نكذبش عليكم. خلينا من ذوك الناس تاع الباز تاع بالرحمة خلطها مع المدرب تاعو بالرحمة كذب المدرب تاعو بجيافة بالرحمة بالرحمة هدد بالرحمة دار أنا ضد هذا الصوالح. أنا والله لا ضد. انا ماذا بيا اللعابه كاع يكونوا عاقلين يكون يخدموا باش يكونوا واجدين للماتش تاع الكاميرون. هذه اللي نحوس عليها ما نكذبش عليكم موت. ونال بالرحمه تقييم 6.25 على 10 وفق لموقع هوردر سكورت المختص في الارقام والاحصائيات. وصنع اللاعب خلال مباراه 3 فرص لزملائه وبلغت دقه تمريراته 75% مع لمس الكرة 24 مرة وإرسالها كرات عرضية واحدة. وعلى إثر هذا التعادل رفع المطارق رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الخامس مقابل 22 نقطة لنيوكاسل في المركز 17. الصحفي ذو أتليتيك يتعاطف مع الجناح الخضر وأبدى روشان توماس صحفي ذو أتليتيك البريطانية متابع لأخبار ويست هام تعاطفه مع الدولي الجزائري سعيد بالرحمة بعد ما تم استبداله في الدقيقة 73 من مواجهة التي جمعت بين المطارق وضيفه نيوكاسل. وقال توماس روشان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر سعيد بالرحمة خرج بديل 18 مرة هذا الموسم كأكثر لعاب في البريمير ليغ. أنا أتعاطف معه. يعني بصح هذا مدرب ما عندك ما دير صاحبي والله لا مدرب ودي والله قادر يقيس عليه الماء قادر يحط عليه والله العظيم ماشي مليح حاله ماشي مليح اللعاب ماشي مليح اللعاب هذا مكان. وين شاهدنا وين المدرب وين مويس اريد من سعيد ان يصبح لعاب جماعي
ويعرف متى يكون عليه التمرير أو المراوغة. ومن جهته تحدثت الإسكتلندي داويد مويس مدرب ويست هام يونايتد عن قرار استبدال لاعبه الجزائري السعيد بالرحمة في مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسة الدور الإنجليزي الممتاز. وأظهرت لقطات الفيديو أن بالرحمة لم يكن راضي عن قرار استبداله ودخل في نقاش مع مدربه داويد والذي طلبه بالإسراع في الخروج من الملعب وكسب الوقت لمحاولة تسجيل هدف التفوق. وقال مويس في تصريحات للصحيفة طلبت منه الخروج بسرعة لكي نتمكن من استغلال الوقت، أريد من سعيد أن يصبح لعاب جماعي وهو كذلك فعلا أريده أن يصنع ويسجل أهداف وأن يعرف متى يكون عليه التمرير أو المراوغة أو الحفاظ على بالكرة. المهم والله لا ما مشكلة والله ما نمشي مليحة ماشي مليحة صحيح أنا نعرفها بلي مشي مليحة لا هي كنقولوا بلي ودي اللاعبين تاع المنتخب الوطني اللي نتمناو ما يدخلوش فيهم كاين واحد الصوالح ما يدخلوش فيهم كاع خير على بالك ما تساعدناش والله ما تساعدنا هذه هي والله العظيم والله ما نعرف نشوفوا باللي المنتخب الوطني الجزائري يعني نقولوا باللي اللاعبين اللي راهم يعني لازم كاع اللاعبين يكونوا واجدين خاص خلينا من ديك العقليه تاع او باي الزربه او دلا او بالرحمه زعيم بالرحمه من بصح من بعد زعيم بعد تقول لي زعيم من بعد يولي يقعد رو بلاصو اي انت اش غادي تهدر مع لونتي اي غادي نقعدها شبيك نقعدها رو بلاصو نقعدها رو بلاصو انا هذا ما راهش يمد لي انا ما عندي ما ندير بها اي ما عندي ما ندير بها اي يكمل لك اي يعلق له الصباط علق له الصباط اي اش غادي يدير لها انت غادي تنساوه نورمال كيما ناسين لعابه كيما تهضروا على ثلاثه تاع اللعابه خاطر كاين اللي تتبعوا في اليوتيوب تاعك تسمو يهضروا على ثلاثه تاع لعابه ضربوا كيما ضربوك بلايلي محرز بن ناصر ثلاثه تاع اللعابه يدوروه قالوا ما شاء الله ما يلعبش صايك كيما ما عندي شكون اللي كان يهضر عليه ما نكذبش انا واحد من الناس كنت نبدا نهضر عليه صح الناس هذوك تاع الباز هذوك ما يهضروش عليه ما يجيبلكش على واحد ما يجيبلوش ما يديش به الباز ما غاديش يهضر عليه ما يتكلمش عليه ما حنا وين نتمناو واحد كيما ماندي يعني وين كيما نقولوا حنايا يكون واجد على بالك ماذا بينا كل ذوك اللعابه هذوك اللي خرجوا يتبليسي ولا يكونوا مبليسين راهي في صالح ماندي حنا كلش نحوسوا خاصه وين ماندي وين يعني ركيزة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري يعني ماشي زعاقة على بالك لعاب هذا لعاب اللي عنده القيمة تاعه في المنتخب الوطني الجزائري وين نقارعوا له باش يكون أساسي الله غالب دروك تشوف أنت يا بالرحمة كان اللي يقول لك بالرحمة ما دار والو في المنتخب الوطني الجزائري بالرحمة ما عطاش باش يدير كان اللي يقول لك أصلا احنا بالرحمة ما عندنا ما نديروا به يا ودي بالرحمة دير لك تمريرة واحدة تاع محرز غيمي محرز مركاها تمريرة واحدة قراها طاك طاك وروح مركية بالرحمة لعاب كبير بالرحمة انتوما بالرحمة حكمتوا عليه نهار اللي لعبنا كونت مراكش في كونت بوركينا فاسو في مراكش ايكيب كاملة كانت زيرو خارجة قايسين عليها الماء زيد لعب بالرحمة كونت كوتيفوار كنا صايك كنا تبقاو على خير يا ناس مكناس يا بزاف صاحبي لو قلت تقول لي بالرحمه 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 وبالرحمه ما عطى ما داش الفرصه تاعو كامله هذه هي بالرحمه لو كان دار الفرصه تاعو كامله يعني كره باين كره يلعب كاين اللي في المنتخب الوطني كاين اللي ما كانش عنده نادي كاع وجابهم بالماضي لعبوا كيما سليماني كان ما عندوش نادي وجابوا لعب ما كاش عنده نادي وجابوا لعب كاس افريقيا ما كاش عنده كاع خلاص بلايلي ما كاش عنده نادي في نهار اللي ما كاش عنده جا لعب كوب دافريك ما كاش عنده نادي ما عندوش لا ليسونس ولعبه تيتي لا رديه وتاكل عليه ماشي زعق هذيك نقولوا بلي يا ودي
بزاف امور. حنايا المهم نتمنوا اللعابه تاعنا يكونوا واجدين، يكونوا حاضرين للمباريات اللي راهم جايين. هذه هي حاجه وحده اخرى، يعني نقولوا باللي كلش عند المدرب وصعيب.